حلو. هذا واحد. اثنين باختصار الكهرب. اي باختصار باختصار حتى لو بعد ب 2030 ما تجي كهرباء. أوه. وعود حكومه الاطار لي. إيه نعم محطات الكهرباء استاذ عدي، احنا يحتاجنا 35 ميجا واط، 1000 ميجا واط. حاليا الانتاج اللي عندنا بالذروه مالته يوصل ل 18000، وعندنا تزايد نمو سكاني. البيت الواحد اللي يشطر بيتين وثلاثه والناس تريد تعيش حياتها، هذا يشتري سبليت وهذا يشتري اجهزه وتيده، فعندنا زياده بالنمو. اذا انت المشكله مال هذا العام ما تحلها لي وتزيد الانتاج وتجيب محطه كهربائيه حتى تزيد الانتاج، العام المقبل يصير عندك طلب اعلى. صح. موضوع يعني هو تخطيط هو تخطيط. فانت بالنسبه لك المحطه من تجيبها من سيمنز الالمانيه، مو السيد السوداني عفوا راح تعاقد ويا سيمنز الالمانيه على اساس راح يجيبون محطات، ايش قد المحطه بعامين ثلاثه الا تكمل محطه عندك؟ هذا يدق بالقلب لما تسمع السفيره تقول هم اكو شركات يهددوها. صحيح وبعض الجماعات المتطرفه والمنحرفه هي تخلق واقع امني سيء حتى تفرض حمايه امنيه على هاي الشركات وتاخذ منها نسبه من العقود اللي تبرمها الحكومه. طيب. وهي معروفه يدرون بها اهل الجنوب بحقول النفط وبالشركات المستثمره العامله في العراق، يعني مو فد شيء غايب. ايضا هاي الجماعات المسلحه التابعه للاحزاب بين قوسين ايضا هي تخلق وضع امني سيء حتى تفرض على هاي الشركات، وهاي الشركات ما تجي للعراق ببيئه غير امنه وغير سليمه، يعني شو يسوي؟ جاي مثلا الغرب القرن او بالناصريه يستثمر بمحطه كهرباء يوميا يتهدد، العشائر بصفحه والميليشيات بصفحه، ويوميا عينوا ولدنا ما نعينكم نرميكم. هذا واقعنا بالعراق للاسف. طيب. نعم بس لا يرجع يبقى هو هذا الحل ونمشيها نقضيها ما يخالف على هذا. والله بعد الله اعلم.